مبروك للنادي الاهلي الفوز بنتيجه 2-0 على فريق جيما ابا جفاره في الجوله الاولى من الدور 32 بدوري ابطال افريقيا. نتكلم في تفاصيل المباراه، كلمتين هنقولهم بسرعه. جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي دايما متعودين انه يكون في ظهر الفريق ايا كان اهميه المباراه، سواء في دور 64 32 في قبل النهائي او حتى في النهائي، دايما الجمهور بيكون هو اللاعب رقم واحد في مسيرة النادي الأهلي عبر التاريخ. جمهور النادي الأهلي هو اللي بيفرق مع الفريق، وبالتالي لازم يكون موجود بشكل أكبر في المباريات القادمة. عارفين إن المسافة بعيدة، عارفين إن الجو برد، لكن ده ما يمنعش إن لازم جمهور النادي الأهلي يكون داعم وبقوة. إحنا في الاستوديو هنا جزء من جمهور النادي الأهلي، علشان كده دايما بنتكلم على الجمهور. الجمهور اللي كان موجود في المباراة النهاردة جمهور رائع جدا، بالرغم من ان هم كانوا عدد قليل، لكن كانوا كبار في تشجيعهم، كبار في روحهم الرياضية والالتزام في التشجيع. ان شاء الله نتمنى الفترة القادمة ان جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد يكون دايما في ظهر النادي الاهلي زي ما احنا دايما متعودين ايا كان اهمية المباراة. لكن قبل ما نبدأ بالتحليل والكلام الفني، عايز اعرف راي الكابتن حشيش في الجمهور. مصطفى، مبروك للنادي الاهلي المباراه 2-0. لو اتكلمنا على الجمهور، طبعا الواحد النهارده كان متضايق شويه، تمام، كنت متوقع كثافه اكتر من كده للجمهور زي ما عودنا جمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت، جمهور النادي الاهلي ممكن يكون زعلان ان المباراه ما اتلعبتش في القاهره، اتلعبت دور 32، اتلعب في اسكندريه في اخر الدنيا، جو برد، شتاء، مسافة كبيرة، فيمكن ده اللي أثر على حضور الجماهيري. إنما جمهور النادي الأهلي عشان يرجع تاني يملى المدرجات وتبقى المباريات جوه القاهرة، لازم يثبت للناس كلها ويثبت للأمن إن الجمهور على مستوى عالي جدا جدا من الاحترام والمسؤولية، ومرة في التانية في التالتة هيجبر الناس والمسؤولين إن المباريات يرجع الجمهور بكامل العدد، وكمان ترجع الماتشات النادي الاهلي في القاهره، عشان جمهور النادي الاهلي هو احنا دايما بنقول ان هو السبب الرئيسي في انتصارات النادي الاهلي وفي حصول النادي الاهلي على لقب نادي القرن. تمام. فلازم النادي يعني الجمهور يساعد المسؤولين في النادي الاهلي ان هو ان شاء الله باذن الله بمرور الوقت يرجعوا تاني زي ما قلنا ويدعموا النادي، وخصوصا في المرحله اللي احنا فيها. احنا شايفين طبعا الفريق بيمر بحاله عدم الاستقرار، عدم استقرار طبعا في الجهاز الفني قبل كده اللي مشي كارتيرون وجه اللي تكمل محمد يوسف، عدم استقرار في مستوى اللعيبه، في عدم ثقه بالنسبه للناس في اللعيبه اللي موجوده، في انتدابات جايه، يعني مرحله صعبه في تاريخ النادي الاهلي في الفتره دي. لازم الجمهور يساعد قوي ويدعم النادي الاهلي ويدعم الفريق اكتر من كده، عشان لسه المشوار كبير ولسه البطولات اللي جايه، احنا لسه في بدايه المشوار الافريقي، وان شاء الله باذن الله برضو لسه احنا في الدور الاولاني في الدوري. فاتمنى من الجمهور ان هو يدعم النادي الاهلي بكل قوته. قبل ما اروح لكابتن بلال واعرف تعليقه، عايز ازود على كلام الكابتن حشيش ان جمهور النادي الاهلي طول ما هو ملتزم وطول ما هو بيشجع فريقه زي ما احنا متعودين دايما الالتزام بالروح الرياضيه في تشجيع الفريق فقط، هو ده اهم سمه مميز بيها جمهور النادي الاهلي. 10,000 متفرج انا عارف ان هو رقم مش كافي بالنسبه للجمهور، وده رقم قليل جدا، لكن طول ما في التزام ان شاء الله ده يساعد النادي الاهلي في اللقاءات القادمه على ان العدد يكون كبير، وان شاء الله كمان المباريات تقام في القاهره. كابتن بلال تعليقك. شوف، انا ليا راي في الموضوع ده. يمكن انا بشوف ان الجمهور اللعيب رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي. تمام. ما ينفعش اللعيب رقم واحد يكون غايب عن اللقاءات، يعني ما ينفعش يبقى اللعيب رقم واحد بالنسبه لي يكون مش موجود في الملعب. النهارده حتى مهما كانت حجم المباراه، يمكن الكابتن حشيش اتكلم على مدى اهميه المباراه، مباراه في الدور 32 ومعروف ان الاهلي ما بيلعبش فرقه كبيره وان الاهلي بسهوله يكسب، وان انت بتلعب بعيد عن ملعبك، بتلعب في اسكندريه، ولكن الاهلي لعب قبل النهائي في اسكندريه قبل كده، لعب الادوار، لعب الجروب ستيج، لعبها قبل كده برده في برج العرب هنا، تمام، وكان الجمهور بيحضر بكثافه. فطبيعي جدا، خد بالك اللعيبه في الملعب
بينتظر انه ياخد الحماس من الجمهور بتاعه. النهارده لو في جمهور كنت هتلاقي الاداء افضل من كده بكتير. طبعا النادي الاهلي كسب 2-0 لان الاهلي كان متفوق بشكل كبير، ولكن الاداء لما يكون في جمهور بيبقى اكتر من كده بكتير جدا. طبعًا. انت بتستمد جزء كبير جدا من الحماس بتاعك من جمهورك اللي موجود اللي بيشجع. طبعا بتستمد بعض من يعني عارف بيجي لك بعض من الرهبه وبعض من القلق برضو من الجمهور بتاعك، بتخاف تغلط عشان الجمهور، فبالتالي بتعمل كل حاجه في الكره ممكنه في حضور الجمهور بتاعك. فده اللي انا عايز اقوله، ان الجمهور في الملعب مش بس عشان بس يعني يكون بس متواجد فقط، لا، الجمهور بيدافع معنوي كبير جدا، حافز كبير، لعيب يخاف يغلط في الملعب، لعيب بيبقى عارف ان في حد بيحاسبه كمان غير المدير الفني وهو الجمهور وهو الجمهور داخل الملعب. فعايز اقول ان الجمهور له اهميه كبيره جدا في حضوره داخل الاستاد. فانا يعني انا مش عايز اقول ان انا زعلان من جمهور النادي لانه ما جاش النهارده، ولكن عايز اقول ما تعودناش من جمهور النادي الاهلي سواء اذا كان حتى في المباريات الوديه، يعني في بعض الاوقات او في اوقات كتيره جدا كنا بنلعب مباريات في التتش، يعني ملعب ما يسعش غير 5000 وتلاقي ال 5000 موجودين. صحيح. تمام، ده بناء على ايه؟ بناء على الجمهور بيحب فرقته ودايما وراه في كل مكان. فانا اتمنى من جمهور النادي الاهلي في كل المباريات اللي جايه، لان السيزون ده صعب جدا جدا، اللعيبه اللي موجوده في الملعب محتاجه الجمهور ده هو الساند والحافز الرئيسي والقوي بالنسبه للعيبه في كل المباريات اللي جايه. طيب نروح طبعا المجموعه اللي هي القليله اللي جت. احنا قلنا كابتن هم كانوا قليلين طبعًا طبعًا طبعًا، لكن كانوا كبار في التشجيع، كان طبعًا عندهم روح رياضيه اول دقيقه لاخر دقيقه اول ماتش لاخر الماتش. شباب صغير جاي برده مسافه كبيره وجاي في البرد، واكيد كلهم عندهم بس مذاكره في الجامعه في مدى يعني بيحبوا النادي كويس ان هم طبعا. نروح يا كابتن حشيش للجزء الفني ونسال السؤال اللي جمهور الاهلي بيساله، هل 2-0 نتيجه كافيه للنادي الاهلي في مباراه العوده وصعود الى دور ال 16؟ بص انا هتكلم بصراحه، انا بالنسبه لي النتيجه كان المفروض تبقى احسن من كده. تمام، لان انت دايما ما بتخافش من الفريق اللي قدامك حتى ولو كان يعني ضعيف جدا، انت دايما بتخاف من فرقتك. الفرقه برضو الفتره دي ما بتلعبش بمستوى ثابت، معظم اللعيبه يعني ما عندها تذبذب في المستوى، في لخبطه كبيره، في اصابات كتيره، شفنا النهارده زياده عن المصابين انضم لهم كمان حسام عاشور. حسام عاشور مره اصابه ثانيه وبرضو حسام عاشور من الركائز بتاع الفريق طبعا. فانت برضو بتضيف اصابه جديده، عندك المباراه الاسبوع الجاي على طول في اجواء ما حدش عارفها هناك، في ماتش في الدوري يوم الاثنين وفي ماتش، يعني انت ما تعرفش برضو الظروف اللي جايه ايه، عندك مباريات مضغوطه ممكن لا قدر الله حد يتعب. تمام. فانت كان لازم تامن نفسك وكان عندك الفرصه النهارده انك تحرز اكتر من هدفين وتريح نفسك. يعني شفنا النهارده برضو اكتر من فرصه ضاعت كان ممكن تريحك، مش عايزين نرجع من الماضي ونفتكر سيناريوهات مش كويسه، قلنا يا جماعه الماتش الاولاني والاهداف وهنندم عليها، مش عايزين نقول الكلمه دي، لان البطوله السنه دي يا بلال عمر مهمه جدا طبعًا بالنسبه لنا كلنا. صح. والبدايه بصراحه يعني انا شايف حتى التعليقات عندي من الناس برضو لسه قلقانه برغم ال 2-0، طبعا هم متفقين ان مفيش حلاوه الاداء بتاع النادي الاهلي وهم مش طالبين برضو حلاوه اداء في الفتره الحاليه، بس على الاقل سكور عشان انت برضو يعني رايح المباراه الثانيه، احنا قلنا الجو هناك في اثيوبيا صعب جدا جدا، ما تعرفش ايه ظروف المباراه اللي هناك.